تقريبا 42 موقع حوار على امتداد شهر ونصف تقريبا بدايه من اسبوع اكتوبر ويتواصل الى يوم غد. يعتبر هذا اللقاء هو اختتام الحوار في الدوله على مستوى المملكه. من المعتقد ان يتم مدار الحوار لخارج الولايات المتحده موقع الحوار. كنا نظمنا في مؤسسات شبابيه، في مؤسسات تعليميه، في مؤسسات للتوعية على الحاجات الخصوصيه، كذلك السجن المادي في جندوبه. وكانت مقترحات هامه وجدت هامه ذات اهميه، واكتشفنا ان الشباب بصفه عامه سواء اللي تنحق في المدارس ولا في المؤسسات التعليميه والغربي كان عندهم افكار وبيانات ومعطيات هامه، وكذلك اقتراحات موجهه للحكومه في انتظار المؤتمر الوطني للشباب. ما الهدف من هذا الموضوع؟ هل الهدف ان نستمع الى طلبات الشباب ونحاول ان نوجد اليها حلولا، ام الهدف اكثر من ذلك؟ السؤال بطريقه الثانيه، كيف نجعل من الشباب قضيه مشهد المجتمع؟ كيف يمكن ان نوجد اتفاقا في هذا الشباب؟ بمعنى اخر، أنا نقف سواء من خلال مسارات أو الكل نتحدث عن الشباب، لكن أكثر من هذا كيف يوجد اتفاق حول قضايا ومواضيع الشباب، وهو ما يتطلب منا أن نكون نبحث أو نفكر بمستوى لا نود أن تكون ملتقيات مطلبية بقدر ما تكون مساهمة منا جميعا في رسم استراتيجية وطنية للشباب في 2030. وحينما نقول استراتيجية وطنية للشباب حتما نقول مخطط تنفيذ آنيا متوسط المدى وبعيد المدى. الانترنت حتى كجي مازال ما وصلتش للباج، حتى كشاب هو ما عندوش كونيكسيون يعني باش يكونيكت. هذه علاش احمد هذه اكبر اشكاليه هي. يعني علاش ما نوفروش يعني للشاب مده نتاع 5 جيجا 2 جيجا للشاب مثلا بس انت شنو